السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان، صحيح، لاباس؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. لاول مره غادي تدخل يشوف مطبخ سمير الزوبي، نقول له مرحبا والف مرحبا. ما تنساش تابونا معايا باش يبقى يجيكو جديد، واللي معنا اللايك كتر خير، والله يجازيه بالخير، كتفرحونا. بارطاجيو بين اهل الاصحاب والاحباب اللي ما لاش يكون المحتوى ان شاء الله. ومع المقادير والطريقه التحضير، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي اخوتي هنا السميده ديال الحرشه، عندي هنا زلافه، وعندي هنا زلافه ديال الفرص، مهم كميه اخوتي نتوما تتحكموا فيها. وعندي هنا جوج معالق ديال السنيده، وعندي عاوتاني الملحه على حسب الذوق. المهم انا درت الراس معلقه كبيره هكا، وما ندير الخميره، المهم ندير معلقه خميره. بالنسبه اخوتي الخميره على حسب الجو، ناكل البرد كثر في الكميه، وبناخذ الصيف قلو. وصافي، ونخلط العناصر كلها، نخلط النواشف مزيان هكا ان شاء الله، وعادي السان نكملو. حاول ندخلو العناصر كندمج مع بعضياتها، وصافي اخوتي. والزلافه النيت اللي عبرنا بها خصنا يكون ما اخوتي دافي، ماشي دافي، باين مالي البروده، لان كتعرفوا لا سيبتو الماء سخون، ما بحالش كديال البغري، الا مشيتي تسيبتو الماء سخون غادي يطلق السلوكه، وحنا ما خصناش يطلقنا السلوكه. داكشي اللي كاين، خصنا تطلع لنا العجينه مزيانه ان شاء الله. ديروا الماء كمايل للبروده، ماشي بارد وماشي سخون. صافي، ونخلط اخوتي هكا العناصر مزيان. بالنسبه اللي بغى يديرها في الطحن ديال العصاره يدير، واللي بغى، المهم انا عندي ديك هاد اللايبه ليبتيك هاد الخلاط هذا كهربائي، المهم نخلط به. وخلط اخوتي مزيان كتعرفوا. المهم قلتكم اللي بغى واحد باش جاتو زلافه بزاف يدير بالكاس، المهم الكميه اللي سايبتو ديروا نفس الكميه، نفس الكاس. هذا عملتو بالكاس، اضربوا بالكاس الفرص والسميده والماء، المهم نفس الكميه اخوتي. هادشي اللي كاين، نطحنوا هكا مزيان حتى تبان الفقاعات. اللي عنده تكون العصار دير في العصاره ديال الخلاط الكهربائي، دير في العصاره تحل كلشي، كلشي اللي كاين. المهم نخلطو مزيان ان شاء الله تطلع لنا اخوتي الفقاعات. ضروري هاد العمليه هادي باش يطلع مزيان عندكم الفطائر ديالكم، لا مخنفره ولا وحشني كلها. صافي شتي اخوتي كيف درتها الفقاعات؟ صافي لحظه نحبس، وغنجيب ان شاء الله الخمارات ديالي. عندي هنا 8 غرام جوج، يعني 16 غرام، 16 غرام، المهم جوج خمارات حمار. صافي، وغنفرغوهم ونخلطوهم مزيان. المهم ما بغيناش حنا نديروهم في الخلاط في الاول باش نمشي نجيب الشجر ديالهم. صافي، ونخلطو هكا مزيان اخوتي، تندمجنا الخميره ديالنا ان شاء الله. المهم نحسو بها دمجت. صافي نوقفو، شتي اخوتي كيف جا العجينة ديالنا. بالنسبة اخوتي نتوما اللي جات قاصحة ولا شي حاجة، يزيد الماء، لأن أنا عطيتكم عبار مضبوط، ولكن تبقى واش السميدة تشرب ولا لا، النوعية ديال السميد أو ديال الفرص، يعني المهم انتوما شفتو القوام ديالو كيفاش. صافي نحطو اخوتي داك السلوفان، وغادي نديرلو الميكا لأن الجو بارد شوية، بغيت أنا نسرع لي العملية التخمار. وصافي درت الميكا وغطيتو فواحد المنيدل، وصافي خليتو يخمر على خاطر خاطرو. بعد ما خمر لا خوتي هانتوما تشوفو، غنوريكم انا بزاف هدا باش تسمعوكم، غتشتو اخوتي كيفاش خمر. صافي انا يعني نهبط منو الخميرة ضروري اخوتي، شتو كي داير؟ نهبط منو الخميرة، خلي هود العجينة تهبط، مبقاش هكا تقيلة، نبقى نخلط فيها هكا هكا ضروري من هالمرحلة اخوتي. صافي، وحط المقله ديالي، راني انا بديت. المهم ندهن مقله صغيره وندير فيها هكا الفطائر ديالي ولا الخنفره ولا المهم هو حشكل ديال البغري، هو بغري ما هو احسن من السفنج. المهم اجربوه ان شاء الله لوليداتكم. صافي اخوتي، قلت لكم ندهن هكا الطريقه. انا المهم الطريقه هذه سبت انا دابا نوريكم في التالي ديال الفيديو كيفاش سايبت اخوتي ثلاثه المراحل، ثلاثه ديال الحاجات. المهم سايبت هكا باش تسرع لي العمليه الطريقه هذه، نسايب هنا وندير مقره اخرى
باش تساعدني. صافي انتما شفتو خوتي ضروري ندهن الزيت هكا المائده في المقله وندير هكا العجينه ديالي ونخلي الاخرى راها اطيب. شتي باش نسرع العمليه وصافي ماشي شي حاجه. بغيت ندير في مقله واحده انا نوريكم كيفاش ديروا. صافي خوتي ونقلبها. المهم مره مره هكا لابات لي مازال خصها ندير لها شويه ديال الزيت هكا باش تدير من اللون الذهبي. صافي ونحيدها. هاتوا تشوفوا كنت نحيد هكا. صافي راه نحيدتها ودابا غندير لها هكا شويه ديال الزيت فوق منها وشويه ديال الزيت هكا في المقله الاخرى ونهزها وهي مازال ما تسالت. ماشي بحال شكل ديال البغري نخليوها تاي لان البغري ما نطيبوش من الجهه لوجهها. صافي وندير نفس العمليه ندهن المقيله ديالي الصغيره ونجي نقلب عاوتاني ندهن المقيله الكبيره ونكملوا هكا العمليه تستمر ان شاء الله. نسالي ودغيا تسالي هذه تجي سهله. جوج مقلات في خطره تسهل عليك الماموريه ماشي بحال مقله واحده. شتي اخوتك كتجي حمراء وتجي خفيفه. صافي ونبقى ندهن عاوتاني مره مره ندهن. المهم كل ما نهز وحده ضروري ندهن لها الزيت باش تعطي هذيك الحموريه. صافي ونهز عاوتاني الفطيره ديالي ونحطها هكا. هانتوما تشوفوا اخوتي. وبالنسبه للعجينه كل ما تجي تهزوا العجينه مره مره وحركوها مره مره وحركوها ماشي تخليوها تزيد تختمر. المهم نتوما عندكم ما تهزوا خصكم تخلطوا عاد هزوا. المهم الحموريه اخوتي تبا تحكموا فيها. وصافي هادشي غنبقاو نمشيو على الطريقه تنساليو الكميه ديالنا بهاد الطريقه هكا. جوج مقلات التالي بسرعه ما تشدكش الوقت. والمقله صغيره حتى هي تاخذ الفورما خوتي. هذا تاع داك تاخذ داك الفورما لان عارفه بحال مقله كبيره ما تشدش الفورما وضروري تخلطوا مره مره وخلطوا. ها شفتي هكا مره مره وخلطوا. كل ما تجي تهزوا خلطوا بهالطريقه ضروري. واللحظه اخوتي نتوما تشوفوا كسميتو ندير حدا المقله ندير فيها النيت هاد باش تشوفوا. لا بغيتو زعما بلا ما ديروا المقله الثانيه ولكن ها هذه تسرع العمليه. شتي شيطيب هنا شيطيب هنا. اما الا بغيتو ديروا مقيله صغيره هكا احسن. هي مقلة صغيرة حسن من كبيرة. هانتوما تشوفو غادي نوريكم ان شاء الله عاوتاني كبيرة من بغيت دير فيها ما تشوفش فورمة بحال صغيرة. صافي وبقى تشوفوها طابت. صافي تحيدوها غير كون المقلة خوتي ما تكونش هاد اللصق هادو بحال المقلة هادي ولا ديال البغرير ما تكونش هاد اللصق. وصافي انا هادي كانت عندي زوينة تسايب عاد الدراري يسيبو لي فيها البيض ضيعوها. ميات كتطلع لي البغري زوين. هادشي اللي كاين اخوتي. نكمل عاود الكميه اللي مازال لي ان شاء الله. ضروري من الزيت ضروري سيبو اخوتي الزيت باش تاخد ديك اللون الذهبي ماشي بحال الشكل ديال البغرير. وصافي ملي بغي عاوتاني نقلبها ضروري نسيب ليها الزيت لان ندير لها الزيت عليها من الفوق وعاد نقلبها. هانتوما تشوفو اختي تابلة الزيت وعاد نقلبها. هادشي اللي كاين غير جربوه ان شاء الله لوليداتكم هذا جبن ان شاء الله. المهم الدهن اختي يبقى اختياري. دهن باش ما عجبك كوفيتير زبدة العسل دهن باش ما حبيت. وصافي اخوتي هذا نحيد ان شاء الله. نوريكم اخوتي المقله بحال دابا كبيره
شي مقله كبيره دير فيها، ما اديش فورمتها زوينه، ادي هكا لان كبيره المقله، ما اديش الفورمه ديالها بحال شكل مقله صغيره، ولا دير في مقله صغيره وعاد دير في مقله كبيره. نتمنى يكون الشرح واضح وعرفتوا ان شاء الله نهضر. هات باش تشوف الشكل ديالها كيف جا، عوج ما جاش مقدود، واخا العياد قد فيه ما يجيش مقدود، ماشي بحال المقله الصغيره. تشد الفورمه ديالها وصافي اخوتي، غير جربوا ان شاء الله لوليداتكم، ردوا عليا لاول مره غادي تجربوا ان شاء الله، واللي مجرباه دائما قولي عارف احسن مني، الله يعاون على وليداتهم. وهاد الشيء تشوف اخوتي الكميه اللي عطات تبارك الله، هادي واحد شويه انا نوري لكم، جات كميه وفيره مزيانه هكا الضياف. المهم الكسكروط المغرب ان شاء الله، رمضان ان شاء الله، نماله. شتي اخوتي هذا الشكل ثلاثه اللي سايبته انا في مقله كبيره، شتي كي جا شكلها، ما جاش هكا دائره مسيبه مزوينه بحال مقله صغيره. شتي كي جا الشكل ديالو حسن على عينه، داخل قبل الفم صافي. وخوتي خفاف خفاف، المهم انا نقسم معكم تشوفوا كيفاش الشكل، ما يجي مجعب، يجي مجعب بالداخل، مجعب مسقد. المهم غير جربوا ان شاء الله وليداتكم، كنقولوا دائما تسمحوا لنا، الله يجازيكم بالخير لا التوحام لا الجهاته، الله يكثر خيركم، سمحوا لنا الله يجازيكم بالخير، كل واحد عنده خير وفطار اخوتي. وصافي اخوتي بقى اختكم الدهن، انا درت المهم تخلي هكا هنا، باش اللي بغى يدير له العسيله يدير، اللي بغى يدير كوفيتير، واللي بغى الزبده، ولا يبغى يدهن شي حاجه يدهنها. هادشي اللي كاين، انا قسمت معكم هذا الشيء كيف جات، شكي اخوتي كيجي مجعب. يلا اخوتي مع الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله واحد الاحد، مع السلامه.